جولة على المشهد السياسي والزميلة جوزيفين ديب. مساء الخير جوزيفين. مساء الخير لارا. اليوم عندنا عناوين عدة، ولكن ما هو العنوان الأساسي معك؟ يعني اليوم بعيدا عن السياسة اللي اكيد عم نتابعها والتجديد لقوات اليونيفيل والضفة، اليوم العدوان على الضفة الغربية والحاقة بقطاع غزة، يبدو انه العنوان الداخلي المتعلق بالتيار يعني هو العنوان الاول الداخلي. خلينا نشوف. تفضلي. مساء الخير. بعيدا عن عناوين السياسة وتجديد لقوات اليونيفيل من دون أي تغيير أو تبديل في أي عبارة، وبعيدا عن العناوين الإقليمية المرتبطة بالعدوان على الضفة ربطا بعدوان غزة، لابد من التوقف عند الأزمة داخل التيار الوطني الحر. بعد استقالة النائب إبراهيم كنعان يصبح عدد النواب خارج كتلة التيار 4 نواب. مصادر التيار الوطني الحر تعتبر للجديد أن النواب 4 كانوا اسميا في التيار، ولكن منذ فترة طويلة هم خارج التيار. أما عن تناقص عدد الكتلة إلى 13 نائبا في التيار من دون التشناق، فتقول المصادر أن أغلب المفصولين لم يصوتوا في الأساس لصالح الإجماع المسيحي، وبالتالي فإن تأثيرهم في التصويت محدود جدا. أما مصادر النواب الخارجين من التيار فتنفي للجديد نيتهم تشكيل كتلة مع نواب مستقلين آخرين، قائلة أن الوقت مبكر جدا لذلك، ولا سيما أن المصالح قد تكون متضاربة بين أعضاء هذه الكتلة في حسابات الانتخابات النيابية والرئاسية. وردا على اتهام التيار للنائب إبراهيم كنعان بأنه قدم مبادرة في الأعلام بدل تقديمها في المجالس الداخلية الخاصة، حصلت الجديد على نسخة من رسالة كان قد أرسلها كنعان في 10 نيسان 2024، يعتبر فيها أن قرار فصل النائب ليسبو صعب استنادا إلى مخالفته خيار رئاسة الجمهورية في جلسة 14 حزيران الرئاسية، قرار لا يتناسب بحجمه ومدلولاته وحيثياته مع نشأتنا ومبادئنا، كما مع تضحياتي وعملي وعطائي بصعب. لذلك أتمنى العودة عن اتخاذ هذا القرار للتمكن من فتح الباب لحوار بناء يقود إلى الالتزام المتبادل بإرثنا أولا وبخياراتنا المستقبلية ثانيا، بعيدا عن أي ممارسات حزبية لطالما شكلنا نقيدها على مدى عقود من الزمن. مصادر مطلعة على المعارضة قالت للجديد أن هذه الرسالة هي الدليل على أن كنعان حاول سابقا معالجة الأزمة وفق الأصول الحزبية، ولكنه لم يتلقى جوابا على ذلك. في المقابل صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر بيان قالت فيه لم يكن خافيا على أحد أن ما عمد إليه النائب إبراهيم كنعان في حركته الإعلامية الاستعراضية هو قنبلة دخانية للتغطية على ما ارتكبه من مخالفات أبرزها اختار النائب كنعان منذ زمن بعيد أن يسلك طريق الانشقاق بتصرف فوقي. تمنع كنعان عن حضور اجتماعات التيار، وأصر كنعان على التفرد بسياسات خاصة به في المجلس النيابي والإعلام والعلاقات والاتصالات السياسية مع السفارات والأحزاب والمرجعيات والشخصيات وفي دائرته الانتخابية من دون التنسيق مع التيار، خلافا لقرار المجلس السياسي والهيئة السياسية بعدم ترشيح رئيس التيار وأي حزبي لرئاسة الجمهورية. قدم نفسه على أنه مرشح لرئاسة الجمهورية، وأصر كنعان على خرق قرارات التيار المتعلقة بالإعلام لجهة عدم امتثاله للآلية الإعلامية المعتمدة. وآخر مخالفات كنعان مسرحية المؤتمر الصحفي الاستعراضية ومحاولة إيهام قواعد التيار بالسعي إلى مبادرة مزعومة. نائب كتلة الجمهورية القوية بيير بوعاصي يقول عبر برنامج الحدث أن أموس هوكستين حمل معه رسالة واحدة فقط لا غير، وهي أن على لبنان تجنب حرب تشبه حرب غزة. هوكستين موفد لا يجرب يوفر إمكانية خلق حرب تانية مثل عم يصير بغزة، عفوا بالضفة، بلحظة فيها تصير بلبنان، بلحظة. كان حدا متوقع يصير اللي صار بالضفة؟ أبدا. ممكن بكرة تصير بلبنان أكيد، وبالتالي عم بحاول هوكستين هذه الجبهة يحيدها. أوكي.
اوكي، وعارف انه الوراء مش بايده، عارف انه هو ما بيحكي مع حزب الله والوراء مش بايد حزب الله، بايد ايران، بس عم يبعث رسائل انه يا شباب وفروا حالكم، وفروا علينا نقطه حرب وتوتر، وفروا حالكم حرب بين لبنان واسرائيل، لان لبنان رح يدمر، ما رح يطلع لكم شيء. هي وروحوا على لا ما في روحوا على كيف. طب كيف بنوفر على حالنا الحرب؟ كيف نوفر على حالنا الحرب؟ هي اللي رح لي كيف توفر. ما هي اسرائيل اللي عم تعمل غارات، والاسرائيلي صار بلبقى وببيروت عراسي عراسي، قصده انه بس 17-01 اكيد 17 يعني. نحن حكينا اكثر شيء ب 17-01 نحن، ولو انه تحت الفصل السادس، بس كل ما عندنا اطارين كثير مهمين، الدستور الشرعيه الدوليه، بس هيك حزب الله هيك بقى فايده غلوة وشو ميتة وانس اجين سيتس البيبونيش غلي وشرب بيبونيش وطلع لي من الدستور وطلع لي من الشرعية الدولية. رد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق حسان دياب في بيان على النائب إبراهيم كنعان قائلا أن وقائع تعطيل خطة التعافي التي أقرتها حكومتنا لا تحمل الاجتهاد في تفسيرها، وما أورده النائب كنعان مجافا للحقيقة، فما حصل آنذاك كان علنيا، حيث لعب النائب كنعان دورا سلبيا وتسبب وعن سابق إصرار بوقف مسار عملية الإصلاح والتعافي التي كانت تتضمن برنامجا علميا وعمليا وحظي بتأييد صندوق النقد الدولي والعديد من الهيئات الدولية. أضاف بيان دياب: أما كلام النائب كنعان عن تباين في لغة الأرقام في الحكومة مع صندوق النقد، فأن ما قاله صندوق النقد أنذاك وما أكده مرارا وتكرارا أن أرقام الحكومة كانت صحيحة وواقعية، وهو ما تأكد مجددا في تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. وعن قول النائب كنعان أن خطة التعافي أرادت شطب أموال المودعين، فهو أمر غريب جدا، لأن الخطة كان هدفها حماية أموال المودعين وليس شطبها، أما تعطيل الخطة فهو الذي تسبب بخسارة المودعين أموالهم، حيث مورست بحقهم هركة حقيقية غير مقوننة بسبب ما فعله النائب كنعان. ومع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا. شكرا لك جوزيفين.